السلام عليكم. احنا الان بمدينه السعيديه بالشاطئ، في بالضبط امام مخيم جراده، مخيم قوات المسلحه والديوانه. احنا نشوفوا هنايا راهم يقلعوا هذيك النباتات البحريه باش يصيبوا واحد الطريق تلاقى مع الطريق تاع لا كورنيش نتاع السعيديه باش تخرج من جهه كاراكاس. والمشكل اللي عندنا هنايا هو انهم يدمروا هاد الكتبان الرمليه اللي فيها الرطم وهاد النباتات، العريش، نباتات شاطئيه وقديمه عندها مئات السنين. نقدر نقولوا تاع هاد الرواقب هادو الكتبان الرمليه تشكلت عبر مئات السنين، بزاف تاع ماشي، يعني ماشي من السهل باش يجي ونكونوا هاد الرواقب هادو. حقاش شفنا كي قضينا عليهم لهيه، كي قضاو عليهم في السعيديه لهيه، في الشاطئ نتاع السعيديه، كي قضاو على هاد الرقوبه نتاع الرمله، دركي من المستحيل باش تولي تكون رقوبه اخرى طبيعيه، وهاد النباتات وكذا. من الصعب جدا باش تولي تكون هاد الرقوبه هاد الكتبان الرمليه وهاد النباتات الشاطئيه. وحنا نشوفوا هنا راهم يقضيو عليهم في رمشه عين، في رمشة عين راهم يقضيو على هاد البيئة، هادي راهم يدمروا البيئة في رمشة عين. حنا نشوفوا شوفوا الحفير فين واصل، شوفوا الحفير فين واصل، الحفير فين واصل، وفين راه غادي الخط هنا. يعني شوفوا غادي الخط غادي يمشي هاك هاك هاك، عاد غادي يدخلوا منا يديروا التريطوار وغادي يديروا الحيط ولا ما نعرف. يعني هاد الكتبان الرملية مشات، وهاد النباتات، هاد النباتات تاع البحر مشات، وهذا المنظر الطبيعي اللي ما كانش في العالم كاع نظن الا في مدينه السعيديه مشى. قضاو على الكاليبتوز، قضاو على العرعر الاحمر، قضاو على العديد من الكائنات الحيه اللي تعيش هنايا. وبقى شويه هذا واحد، بقى نص كيلومتر ولا بغاو يدمروه. بقى تشوفوا هذه اليات راهم نتاع الحفر، راهم يهزوا الرمله، هذا الرمله الذهبيه راهم يهزوها يعمروها في الكاميونات. راكم تشوفوا بعينيكم الخوت، كنت تشوفوا وشوف. والمخيمات خلاهم باش تعرف باللي هاد القوم، هاد المقوم المفسدين، الحيطان الراشيين اللي هي خلاوهم ما بغوش يدخلوا فيهم، ودخلوا للطبيعه، دخلوا للرقوبه، دخلوا للرمله، دخلوا كلاونا هنا، دخلوا قضا على هذا. كنت تشوفوا خلاو الحيطان الراشيين، باش يكحزوهم ليه ويصيبوا الطريق. لا، جاوا لهنا للملك العمومي، خلاو الاملاك تاع الخواص، خلاوهم في سلام، ودخلوا الاملاك العموميه يدمروها الاملاك. هذا الكتبان الرمليه هذه اللي هنايا عندها الاف السنين بغاو يقضوا عليها في رمشه عين. راكم تشوفوا يا اخوان، حسبنا الله ونعم الوكيل.